طبعا اكيد كبيره فعلا. المسؤوليه طب تجاه الناس. رايك ايه كابتن في موضوع التدوير والروتيشن اللي بيحصل من كولر؟ هل ده مفيد ان هم يقدروا يكملوا ويقوموا بالبطولات ولا شايفه ازاي؟ اكيد مهم حته التدوير، بس التوقيت، يعني التوقيت المناسب صح. في المباريات المناسبه. يمكن انا مش هينفع ان انا اعمل تدوير مثلا في مباراه زمالك، في مباراه اسماعيلي، في مباراه انبي، في المباريات الكبيره، حته ان انا عايز اجرب. يمكن الراجل، وهنا الراجل انا بقول لسه هيبقى ملم بالامور بشكل كبير جدا، ان انت ما تقدريش تحكمي على الراجل من اول 5 6 مباريات. انت لازم، وهنا ده اللي بيديله اريحيه بشكل كبير جدا هو مجلس اداره النادي الاهلي، مش حاطه تحت الاسترس او الضغط، لا هو بيطالبه بالبطوله. بس خد بالك، هو لو ما عملش الروتيشن دلوقتي هيعمله امتى؟ هيعمله في كاس العالم للانديه ومش يعني. هيفهم برضه، هو محتاج يفهم برضه الامكانيات كلها ويجرب. هو ده اللي انا اتكلمت فيه، ان الراجل عمل روتيشن وبيجرب بعض اللعيبه. يمكن الناس استغربت بشكل كبير جدا امبارح، دلوقتي الوقت من شادي حسين يعني. بره، ومحمد شريف قاعد احتياطي، وحسام حسن قاعد احتياطي، ومفيش فيرود. يعني الاهلي بيلعب من غير فيرود. لا هو بيجرب برونو سافيو في مكان، دي مش عدم قناعات بالناس اللي بره او اللي مش موجوده، لا هو بيعتمد عليه بشكل كبير ده. بس هو من وجهه نظره انا شايف ان دي المباراه المناسبه اللي انا ممكن اجرب فيها رقم 9 والفيرود برونو سافيو، ان انا العب بفيرود وهم، ما العب من غير فيرود. هنا التوقيت كان مهم جدا، لكن الراجل لسه بيستشف الامور، لسه بيستشف الامور داخل النادي. ما قدرش يوصل ان ال 100% اي لعيب قفشه، اي حد موجود، ان دي ال 100% بتاعته، لسه ما وصلهاش. فهيجربه في اكتر من مركز، بحيث ان هو الفتره اللي جايه داخل على كاس العالم للانديه، داخل على بطوله افريقيا بشكل كبير جدا، مجموعتنا صعبه جدا. لكن النادي الاهلي باللعيبه الموجوده، بل انا متفائل بشكل كبير جدا مع مستر كولر ان احنا نعدي كل ده ان شاء الله. ان شاء الله. انت شايف ان هو حقق، مستر كولر حقق المطلوب منه لحد دلوقتي والمنتظر من جماهير النادي الاهلي؟ لا، مع تحقيق البطوله اقدر اجاوب حضرتك. تقدر تشوف. لازم مع تحقيق البطوله، مش مباراه او مباراتين او حتى 10 مباريات اللي هيقيموا الراجل، على قد زي ما بقول لحضرتك ان مجلس اداره النادي الاهلي هيحاسبه على البطوله، هيتحاسب على البطوله. والراجل اكيد ملم بكل الكلام ده، وموفرين له كل سبل امكانيات تحقيق البطوله، عشان بعد ما يخلص البطوله هيتحاسب خدتها او ما خدتهاش. لكن مش الراجل مش هيتحاسب بالقطعه، مش هيلعب كل مباراه يقول له انت اديت وحش او ما اديتش وحش او المفروض تلعب فلان. لا، ما بقاش في تدخل خالص حتى في قرارات الجهاز الفني من مجلس الاداره، بيديني كل الاريحيه عشان يتحاسب في الاخر على البطوله. ودي يمكن الاجواء اللي بتبقى داخل النادي الاهلي، غير مع احترامي لاي نادي في مصر، دي الاجواء اللي داخل النادي الاهلي، عشان كده بنلاقي بطوله في الاخر. الجهاز الفني مع قناعات، لان مجلس الاداره هو اللي بيجيب الجهاز الفني، هو اللي بيجيب المدير الفني، فعلى قناعات بشكل كبير جدا ان الراجل ده يقدر يحقق البطوله ويحقق المكسب، وبيوفر له كل سبل امكانيات البطوله. عشان كده الحساب بيبقى في الاخر مش دلوقتي خالص.